بحثت الحكومة مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميجا أولويات التعاون المستقبلي ودور هذه المؤسسات في دعم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كانت مصر قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات، حيث كشف أن القطاع الخاص حصل على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف وثنائيين منذ عام 2020 وحتى الآن، والتي وصلت لنحو 9 مليارات و700 مليون دولار. بحثت الحكومة آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب، والرامية إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة. جاء ذلك على هامش مشاركة مصر بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بالدول الأربع إلى جانب دولة المغرب الشقيقة المنضمة حديثا للشراكة. انطلقت فعاليات معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية بأرض المعارض بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مساحة 3000 متر خلال الفترة من 13 حتى 15 من يناير الجاري. المعرض يحظى بمشاركة 150 شركة ويستهدف تعميق التصنيع المحلي وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة الصناعات الهندسية والصناعات المغذية لها، كما يسهم المعرض في تحقيق مستهدفات تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط مع تحويل عدد متزايد من ناقلات النفط مسارها من البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لقوات الحوثي في اليمن، لكن الأسعار سجلت خسائر أسبوعية بسبب تخفيضات الإنتاج. ارتفع سعر العقود الأجل لخام برنت بنسبة 1.1% إلى 78 دولار و29 سنت للبرميل، كما إلى 72 دولار و68 سنت. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 7% لتصل إلى دولارين و67 سنت للتر. هذا وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.97% ليسجل نحو 3 دولارات و31 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن مجموعة أوبك بلس تعمل على تحجيم التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط العالمية. أضاف الوزير أن تخفيضات الإنتاج التوعية التي تجريها أوبك بلس منذ نوفمبر الماضي أتاحت لدول أعضاء مثل العراق تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب، مما ساعدها لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. في بريطانيا، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني نمو الاقتصاد البريطاني في نوفمبر بقوة رغم أنه لا يزال معرضا بشدة لخطر الانزلاق إلى ركود. أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 3.1% في نوفمبر بعد انخفاض 3.1% في الشهر السابق، وواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات كثيرة في 2023 مع ضغط التضخم المتسارع على الأسر ومع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاماً.